تفضل تفضل يا عبد الله. واخذت قرض من الراجحي سياره. نعم. بعد سنه اخذت قرض اسهم. طيب. وهالحين طالب قرض اضافي برضه اسهم، ما ادري وش صحتها، زينه ولا ما هي زينه. وفي بنك ثاني غير الراجحي يقول بعطيك خشب والمبلغ اكثر. بس كلها ما استلمها، السياره استلمتها، الباقي ما استلمتها. طيب. شكرا. يا اخي هذا ما هو قرض، هذا بيع، هذه مسألة التورق. مسألة التورق وهو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غير الدائن، على غير صاحبها، وتنتفع بثمنها ثم تسدد بعد ذلك للدائن دينه. فيشترط فيها أولا أن يكون الدائن مالكا للسلعة قبل البيع. ثانيا أن تقبضها، لا تبيعها قبل أن تقبضها. ثالثا أن تبيعها على غير من استدنتها منه. تقيد بهذه الأمور. نعم.